السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مد الصومالي مالك السؤال دوني دك جوكتان وكنا سؤال والا فرنقين تسياسة عالم كي يارمها الصومالي ده يبريد صومالي تي في همين والبحيل ده لو كلاد كده وطان وقلب بضا نعاوي دين كوهي نوحا كمي ده أردي يدل كي إيران ولا شيء وقبله وبضا أو كون قف كرو نافي أيا لغو صور رمي يا إنجل السمية دولة دي إيران أيا شكتين رجل بيت كوني كدن بيان ماشا وربعين دي انتي ذكرنا أي قريسو إن مركز دولة دي إيران أي سيجارة قبلها سوبر تلمامي تسانيسو قضب كينا لبعضو عاوذين هينا وحكم دا لبعض أقل برلمان كي جمهورية الصومالية أي وحي كارين يان موشين أي كو إيجي يان مركز حل كررسي إن لا سمايو أو مركز شن سنة لغير إيجو ماشا أي أفرت سنة يهين وحا حسين بدن حكومة دانو إن يسان طبان بلوض لما يسانين أي نكوف كريسو إن أي شن سنة كرلغتو ما حي قبتين أو شن لغير إيجا واجي بمبرينة أي برشوري سويدين كفتر واي هي هدبا انجينير كي لسولويه مالك السويدين كي جو كان الدنيا سولو هذا شرف في كلامي نوتاي وقتي نقالي انا نسي سان انجينير اد بكو سولويني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مركو ورسو السلام يا عبد الحفيد هذه يتيم كبا سلام ديرنا وكري الله وحكى له سلام يا داوود ايش القيمه هي قياله برنامج كان مده سنه كي دور كبلوبه كحرة جنرال هذا وما أحسن تاني جنرال هدي أي نكون بلونا نوصل نقول أن أقل ك قولها الشعب كذا نوصل نقول دورنا أن إيران أن حالة ذوان نوجين نور كبير دور سؤال في قرارات أمنية مثل سياسة أي أكيد جري إسلام راح أنت أصلا واحد صوب حيث أن أردي كون كبدا وقبل وبدا للسمية يا كذا بيا مركا إنه حالة ذلك إيران يسي حالة حاجة تعاو وما تطع عبد حافظه انت انا هرتا يا كدم بي انا السويدين هرتا فلكا ان ايغن واي فلالكا كدعا ودنكا ايران انت بلا فلال ارك جحسوي فلال امن دكنا شهد دلكا لغلا دغالما يوي واي مرك كسو بلودو ددكا اقون يهاندا هي دريقه لو ليناي ما غنيسا ساينتستس كولي با حق فيزيكس كيو نيوكلير ان تكنولوجي مارتي كشقيني رج بدن يبرف الصور ربع أيام لو في المدرسة مد جوري صور سل جود دلو سو بابور كفولية مد طريقة سو مرة يل جود دلو مد مقدار سكر الله قادو إن وحي تاسو شك وين كو أبورتي إليت كدلك أولها أقون تلا مارت إن أي ميل أي جبات كبتان أي وعيا شك كوا شقدين هذا كبقى مركب مت صاحب كل جود دلو طريقة mid kale gurigiisa laga toogto mid argagax waayo waa waxa argagaxisada la yiraahdo in dadka argagax la geliyo waxa jirta taas weerar kala duwan maalintii ay u dabaaldegaysay eeraan kacaanka maarta islaamiga ah ee dalka ka dhacay waxaa lagu ciidan ma dhan oo isku mataqaana guutooyin ah in dariiqa lagu laayay ayagoo gaardiska ku jira in la laayay waxa jirtay wax la xisaabin kara ma leh hadda shanti sano ugu dambeysay ama 12 sano ugu dambeysay falalka ajiib kale ee argagaxisay ee waddankaas laga fuliyay wax aqliga gali dadku way ilaawaan laakiin waxa waa wada record inuu waa yaala waxa jirta haddana hadda in la sheegay in kumaan kun oo caruur ah iskuulada lagu sameeyay ee waxay u muuqataa arrinta tani argagaxisalka ugu xumeed marka caruurta iyo iskuulada iyo la weeraro waxa weeye in waddanka dhan amnigiisa qalqal la geliyo in la abuuro xisad kacdoon shacab ah oo ugu rido xukuumadda meeshaas joogta waxay ka mid tahay farsamooyinka runtii ay isticmaaleen wadamada maaragtay gumaystayaasha ahaa ama wadamada maaragtay danaha qaaska dalalka kala duwan kale qaabka lagu burburiyo qaababka mida wey ciraaq waa lagu duulay ليبيا توس لو قمت دولين كوركا لغا دقيو والغوه بي قلوي با الغوه بي اسكما تلانا وحب قراتا سيريا ندام كلا اللو قال مركا هباب كاسوا هباب كا لغود بربوريو دولة ده دقنا شهر اللو قادو يا كدام بي ها إيران وحيلي ده عدو عدو سو جدير وحيلي ده مرور بدقا اللما واسوا مرايكا يا إسرائيل والله بدا عدو ugu waaweyn ee ay mar walba maaratay ka baqaan waana labada dowladood oo dan weyn ugu jirto in la burburiyo kacaanka islaamiga ee ciraaq laba sababood awoodood waa mida
waxa xagga Mareykanka markaan eegno meeshan xilligii shaaha shidaal jaban oo warshadaha shirkadaha ah iraahda Mareykanka iyo Ingiriisku ay ka shaqaystaan ayna leeyihiin ba iyagu yeesheen ayay ka heli jireen. Taasaa meesha ka baxday maalkaas in lasoo ceshto hawo weyn baa laga qabaa. Waa dhinaca kale waa waddanka Iran oo aan aqoonsan marnaba jiritaanka dowladda Israa'iil, aaminsanna falsafad ahaanba in jiritaankeedu sharci uusan ahayn waa waddanka Israa'iil, loona baahanya in la burburiyo. Taas weye tan mataqaanaa mar walbaba Israa'iil inta qalbiga uga taagan, waana taas tay ku dagaalamayaan in la baabi'iyo xukuumadda haddii ilaahay idinkada leeyahay Iran waay injineer, haddaan qodobka intaa uga gudubno waan arki doonaa kolle wixii kusoo korna ciddii maxkamad loo soo taago wadkan yararka ee la sheegayay inuu sameeyey dowladdu saad sheegtay waxa weeye farta ayay meel kale ku fiiqaysaa, caalamkuna iyadu farta ku fiiqaya meesha caqligata. Waa arki doonaa injineer, intaa markaanu kasoo tagno baarlamaankii Soomaaliya doorashadii dadbanayd sidii looga bixi lahaa waddankii oo dagaal al-shabaab kula jira, musuqii oo xarga goostay, amnigii oo cawda loo jaray oo cid ka mas-uula aan la garanaynin iyada oon la fiirinin, iyo duruufaha iyo baahida dadka Soomaaliyeed la dul dhacayaan, mooshin bay karinayaan ay leeyihiin muddo qororsi baan u baahannahay. Ma xilligeediiba maxaase haatan kusoo beegay, ma baahida loo qabo waa maxay, maxayse qabteen oo muddo ku qororsanayaan oga fikiraya? su-aalahaas aad hadda i weydiinayso waa su-aalo qof kasta oo maangal ah runtii uu isweydiinayo weeye. Habeenka caawo ah waxaan arkaynaa guddiyo baa laleeyahay ayay samaynayaan labadii aqal, dad baa la iska soo xushay guddiyadaas, waxay samaynayaan baa nala leeyahay qaabkii loo dheerayn lahaa maaragtay jiritaankooda, qaabkii waqtigooda sanad loogu dari lahaa. Haddii labada aqal sanad ay ku darsadaan xukuumaduna waa raacaysaa. Su-aashu su-aalo badan baa meesha ka taagan Cabdixaafido. Su-aasha ugu horreysa ah maxay ku mutaysteen? Waxaan maqli jiray oraah Soomaaliya tira maba dhalana dhowrtaysan oga. Dowladdu ma jirto 10 bilood, iyadoo 10 bilood weli gaarin, haddayba ku fakarayso qaabkii loo dheeraysan lahaa ama baarlamaanha loo soo maraa ama si kaloo farsamaysanha loo waxeeyey, runtii amniga dalkana aan ognahay halka uu taagan yahay. Weliba ay muuqato labadii bilood hadda ugu dambeysa dagaalo macnale inaan lagu qaadin kooxaha argagixisada ah, magaalada Muqdisho amnigeeda uu faraha ka baxay oo ah meesha ay dowladdu deganeen, in niman runtii markii horeba farta ku godday oo lalahaa maaratay shabaab baaba ka waxa baarlamaanka jooga intooda badan waxa weeye dad shabaab ay soo meesha soo gelisay oo ama dhaqaale ha kusoo saarto ama farsamooyin kale ha kusoo saarto, runtii jira wax la maartay xaqiiqana ah ay meesha ka buuxaan, kuwaasoo weliba aan hudheeladana kasoo bixi karin, goobaha laga soo doortana aan tegi karin, inta u badan badidooduba ma tegi karayaan, in haddana ay maantay haweeyaan oo yidhaahdaan 5 sano ka dhiganayna waa wax lala yaab. Doorasho qofii codaha laga sugayaa, waxaa la sugayaa guddi doorasho shaqeeya, waxaa la sugayaa 4 sano ee loo egmaday in ay sanadka ugu dambeeya ama 2 sano ugu dambeeya ay gacanta lagu hayo tirakoobkii dadka codayn lahaa ee goobaha laga codayn lahaa kaararkii codaynta intaba la sameeya la diyaariya lawada sugayo isha ku egeyno. Cabdixaafidow, wax la aqbali kara maaha inay hadda dheeraysi laga hadlo, wax la aqbali kara maaha. Waxaana muuqata taas dadweynaha laga arkay cid hadlaysa ma leh, cid waxa kanu wax lagu hadla maahe, dadka waxa lagu hadla lahor imaada. Baarlamaanku ilaa hadda wuxuu qabtay lama arko. Sharcigii maaragtay uu soo qortay maaragtay nisa soo qoratay xataa iyadoo laga doodinaa la yidhi hala marsiyo meesha, hadda koorba halkaa kaga hadal, aqalka saraa ka hadlo, waxaan laga doodin oon wax layska weydiin oo waxa aafada ka imaan doonta aan hadda layska fiirin, berri aan la amag amaglayn ama mataqaana indhexun laysku eegin, iyadoo taasu taallo inay maantay ku doodaan
halka ay ku doodi lahayn argagixisada si loo laaya, halka ay ku doodi lahayn sharci argagixisada hala meel mari hala soo si sidii loola dagaalami lahaa argagixisada dalkana lagu soo dabaali lahaa nabad iyo dowladnimo. Waddankeenu waa kala daadsanya saan ognahayba, meel kasta dad baa ka holcay. دلكو وال كلا فرفرة سومالي وين كلا فرفرة سومالي وين عدك تها سن دبل يسوق سوء عليو إن 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 مالها اللي كلا تاجي يا مركز عقد قام كله الله حتى ما مل قبل ده قام كله الله يا مركز عقد ما أمن سنة دولة ده هي برلمان إني تشيران إذا ولي ب ما مل قبل ده كسته أو متلات كله يا برلمان كده هذانا أنا جون دولة نبدأ من أيس السل كنيك دي بهالشيء تي أيس السل كنيك إن لغو فكره إن لديه رأيسته وقتي هذا كوران كهذا النون اللي كوفر قلبه وكلا كحيق الدور هذا يعني هذا إنجينير وحين نقولنا هي تستور كبري لبلاوي لها دينو قبيه هاي دبك إسكساري مرة دنبصر إسكساري عدو أي سنفيراني بارلمان كي لغسوية إنه دردر جريان قبديسة وحي كفكريان إنه وقتي قرار صدا مصوق إن لدك على موركة هذا بدا markii dawladdi Soomaaliya sidaas ay u dhaqmayso yani baarlamaanku waa sharci dejiyihi waa hay'addii ugu sarreysa dalka hadday ayagii saar u fakarayaan maxaa kuwa kale ka rajaynaya kuwii ugu sarreeyey ayaa saa horta u fakaray laakiin hadal aad iyo aad macno weyn u laba taabatay oon rabaa aniguna inaan daqad iyo bar ku bixiyo kusoo injineer hadalkaas waxa weeye war dastuur qabya هذا هو قبيو أولي الله يسكو راعد أيام وحن أركي هدا نمان مارتي بارلمانتيري أنا والله وضع أقلا أو كله دستور كاس لفتيسة أيام أمنمنت كو سماينينا أو وحكا بدلينا Thank you وعري وحيابها وحوي مركان ليها قفك ما انقلكا وما انكيس وما قاضيو وحلا ليابوي دستور ما هيبا waxaan u kulayaa abadba ku sameeyaa baba lahayba wax la isku raacsiye waad maqleysaa dani wuxuu habeen ka dhot ka yiri dastuur magaraysa dastuur aan la isku raacin oo cid isla ogol iyo cid wax meel wada oo weli la sugayaa in baarlamaanka horta inta la keeno laga doodo la yiraahdo aan ka soo saarno wax shacabka la horgeyn karo oo la dhigi karo waa loo codeynaya ayadoo dastuur jiriba wuxuu kulayaa dastuurkan amendment ku sameeyaa waa dastuurka qabyada ahaa dibi yeegis waxa lagu sameeyay si anaga waqti u kororsan anagu saan waqti u kororsano maalka aan weliba sharciga ahayn mas-uulku sharcigaqaynayo muusan injineere yani mustawihii uusan dhaafinin loogu talagalay uusan ka hooseynin mastawihintadhaaf sharaftaa la iska ridayaa meeshaan saad u jeedo sharafta iska ridayaan waxay ina tusayaan waxa baarlamaan u ah soomaalida iyo waxa ay yihiin ayna sawirkiibay si fican banaankana lagu soo dhigaya aqligooda iyo garaadkooda halka u yaalana lagu soo dhigaya qaabka ay ku yimaadeen oon ilaa iyo saddex sane ugu dambeeyay aan diidanayn oon cambaarayn oon ka hadlayna qaabka loo soo xulayo tiibaa wixii lasoo xulay waxay yihiin halkaasad ka aragtaa raggii maaragtay nin walba la yidhi qof kula tartama adugu keenso qaar baan garanaya darawalladooda ay la tartameen qaar baan garanaya jaariyadihii iyo gabdhihii guryaha uga shaqeynaya ay la tartameen come on wax qarsoon maaha marka ummaddii soomaaliyeed ayadaa waxaa la timid marka waxaa lagula dhaqmo waxa weeye adaba waxaad u jeedo injineer ugu dambeyntii waxaan xasuunaa dowladdii tan ka horreysay madaxweynaha ka maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa ku kacay oon xasuusanaa tiam la oran jiray badbaado qaran laga yaabaa tiamkaasina arrimo baarlamaanka ku kacay oo yidhaahda waxaanu nama qabtan waxaanu dowladdii hore oga dirarnay waqti kororsi iyo muddo kororsi baadeen idinkoon curan oona weliba gurguuran waad ku fakaraysaan maxaa lidin ka filan kara walla anu taas barayn baayo waana ku soo baynaya baraynayo kuwa rabay ina dheeraystaan waa iyaga waa kuwii laftigoodi kuwa laftigood kuwii badbaadan qarna hadda waxay rabaan iyagoo weli kuraasi si fiican ugu fadhiisan in sharciyo meesha marin oo wax dalkan iyo qarankan faa'iido u ah iyaga oo aan miiska keenin hadday noqon lahayd abniga hadday noqon lahayd jidadka magaalada iyagu laftooda ay hotelada ka degan yihiin ee muqdisho sidii maarat wax looga qaban lahaa hadday ahaan lahayd dadka dari
ويلاش بتشاشليد ها مالو الباب اللي دري بتشاشليد عاودي ولا ولا سلامي يا مقرسة يجي لفت هذا هو سوينا هو حسوينا حكومة دو تلابد إعقاد ودواء تاجنا لك أيجو أن وح أي معنى له إلا هذا أي قبتر عن لار أي وح يكون يهين وأنا استاهل سنة لا أقدر صرف ولي بنا لا أقدر معها أنا أقدر سنة هنا طبعا بالوضع بقى أي سكرتي أي سكرتو أقل كيس سرنا قد بيوصل صارت أن أنتوا ده بدل ما قاعدوا قررنا يوم ما أرتار أركي أقل كيس هو أقل كيس هو سنة قد بيوصل صارت هاش هو بهالس لقيا حتى أقل كسر واحد يقول له روح الواحد معقول ما مدر الله ما غشيك ولا لا ما نهور استايكرة إني قلت شو كي باش هو أن حقا عصبك الدرنية اللين ومدر كحش هذا ومدر كحش هذا لكن وحاحش هذا قفك الضمير كله وحاحش هذا قفك الدلك أديرنا حيا وحاحش هذا قفك مرحلة القرن كأنه تاجية قفك كده مقرية حش هذا وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول والله الله وكا قابس لي مقعي سينو شيغو ويقول الله وارتها طوان كي بلود بانو دمارتي طوان كرامر كي دمارتو الله وارتن بلود دورو دو اجوتو عصور تقالب ويقول سوا وقفتما يه انا انت متانا سنة دمبقسي در سنو لح سنة ايقادو طوان كي بلود بسنو عصوبة لغو در ايه اركوانا سيب در روي حلقاس اي حالة دادت كيان ايه دل كيانو ماريسا طوان بلود انا ايقون جوغن ان اي رهدان سنة دمبقو در سنة وحا اي قبتين بالأمد الصومالي دهو صوبن لغا باهذا إيه مبرايرو تقوم مدو إلى هذا هاي وحي اللي جرب إيه ولا جرى إيه هاي عبد الرحمن عبد الشكور أي كم ذا اللي بعنا ذا إن أرنت عسكري ديو يرمان تحل جدي ما أهن وحي أهيد إن دور شرط ضد بنسي اللي وغب إلىها أي حكومة تكون مشكوش I think هذا القسم حلو من ليه هاي أنت أصلا جعلنا بسوق بقى من إنجنير كوماتين ماتين إيدي كوماتين تين عبد الرحمن شكور كوماتين أنا بتكلم